امشي بيت امك يا اخوي. بالواضح انا ما بعرف غير الجروب ده اي مكان. تمام، عملت لك قروش اخوي، شبعت سويت لك عربات. انا قال خلينا احنا خلينا نفكر مننا كامل، ما تدير مسؤوليتنا، انا مسؤوليتنا بنديرها، سلمونا مسؤوليه الشغل ده. كان غلبكم قاعدين، غلبك ده مش بقي الشبشافي، غلبك ده مش بقي الشبشافي. عليك الله طبق شنطاتك، ده الامش بيت امك، ما تقعد لي هنا تقود لي شيء. ده العسكريه ده انا بعرف قادات وحماس ومعنويات، اي ما قايد. اللهم عندي العربيتين ثلاثه، وعندك لك عربيه موديل وكروزل و دار تعمل لي فيها تعنتر ابن شداد. كان يتكلم ولا تقول انا قاعد، ما تتكلم ولا اقطع روسنا يا زول. اكثر من كده انت طلعوا ديننا كيف انتوا؟ الفي شنو ما في شنو؟ ذخيره راقده زي الهم، حديد راقد، رجال راقدين، ما قادرين تنظموا الناس. بس تجي تستر لنا، قال من يتبع الدعم السريع عشان انتصاراته. الانتصارات دي جات برجال يا زول، ما جات ساكت. انتصارات جات بقادات ضحوا، قادات انقلبوا يا زول، قادات رجلين متقطعت ابوهن مرق يا اسمك. ما تجي تقول لي انا قال انا كيف ما بتحافظ على الاذاعه؟ مشكلتك شنو ما بتحافظ على الاذاعه؟ طوبرت ناس اندروان، طوبرت يا زول. عربيه مدفع بيجيب لي في جنبه في محل شاي قندهار جالس حاليا. الدنيا رمضان مدور لي بيره وورش حقت شفشافه. ليه ورش الشفشافه؟ شنو البيره؟ المسيطر منو يا زول؟ مسيطرين على الدربان دي شفشافه، ولا مسيطر على الدعم السريع؟ ولا هو دعم السريع ده كده شفشافي معناته؟ عشان نكون واضحين، يا الدعم السريع ده شفشافي، يا الدرمان دي مسيطرين على الشفشافة، ما مسيطر على الدعم السريع. شنو تجارة البيرة والورش حقة العربات الأشواعية والناس اللي بتشحن تطلع وتطلع بتخش دي؟ شهاوة الدنيا دي والتجارة والميم الحاصل ده شنو؟ نقلة أدب يا ناسين، ما تلفوا الدورة علينا. ده الناس ماتوا كويس تمام معاكم، دي أرواح ناس قدمت في البلد دي تمام. اي يا زول الشغل غلبه يا جماعه. اطلع عديل قول الغادات ده الغادات، قال انا والله الشغل ده غلبني. سلا غادات ذات قايد، ذات قايد، انت ذات قايد. الشغل ده بيبقى اكبر من راسك. زح، خلينا نعمل نسوقه، ما ممكن يا اخي.